أنا نزلت، لا ما في حدا أبدا. إيه طلب التاكسي، ليكني عم بستناه. إيه وشو بعمل بعدين؟ بس لا ما فيني، كيف يعني بدي أروح على الأوتيل؟ أنا بكل الأحوال متأخرة عن البيت ومشان ابني، وشو بدي أقول لأختي و... طيب شو بقول لهم بالأوتيل؟ خليكي صعبة فيني. وين رايحة؟ بدي نايم ايهم، ما عم بيناموا. نايمي ورجعي، جايبة أكل مشان نتعشى سوا. مالي جوعانة. عامل لك نايمي وتعي جايبة فروج. وأنا قلت لك مالي جوعانة، كلي لحالك، صحتين. عم تتبطري على النعمة يا لما؟ عم تتبطري على النعمة اللي العالم مشتيينها؟ بتعرفي انه في رجال مشوربه عم تمرق من قدام محل الفروج وما عم تقدر تشتري، وانا المراه يلي لحالي جبت لك فروج مشان تاكلي؟ بتعرفي كم قرص كبه عملته بعد مشان جبت لك فروج؟ ما بدك تردي ما؟ وما بدك تاكلي؟ شو علي؟ والله وكبرتي، انا رح اكل، انا رح اكل يا لما. انت ليش هيك عم تعملي فينا وبحالك؟ بتعرفي شو عم تعملي؟ عم تعملي مثل القطة اللي عم تاكل ولادها وهي مفكرة حالها انها عم تحميهم. شو؟ متطورة؟ طلعت معك هلا انه انا عم باكلكم؟ ماما نحن مو ذنبنا انه كنا بنات الرجال اللي ظلمك وعذبك وتركك، نحن كمان انظلمنا وابي تركنا وما سأل علينا. لا تنتقمي منا لانك مالك قدرانة توصلي له. خرسي، انا لما بدي انتقم بنتقم منه إله، مو منكم انتو. انتو بناتي، انتو بتشبهوني، ولادي إلي مو ولاده إله، فهمتي؟ هالحكي هاد من حرقة قلبك، انتي ما نسيتي. مزبوط من حرقة قلبي، بس مو عليه، على بنتي، على بنتي. بتعرفي شو يعني بنتي؟ بس تصيري ام بتعرفي شو يعني هاي الكلمة. بنتي اللي عم شوفها من ورا الشجر، بنتي اللي عم تلبس اواعي جديدة مو انا جايبت لها ياهن. ولك يا امي شو نفع الثياب الجديدة والمصاري وبنتك بعيدة عنك؟ هونيك هي وشها بوش ستي كل الوقت، ستي اللي بعمرها ما حبتنا، هلا صارت حنونة؟ بكرة إذا قررت إنه تظلمها لبنتك مين رح يحميها منها؟ ما رح تظلمها. وعك تفكري إنه ستك اللي قررت تاخذ شام. أنا خليتها تفكر هيك، وأنا اللي قررت أبعت بنتي لعندها. معلش خليها ترتاح شوي لبين ما نظبط امورنا، تخلصي فحصك ونسافر. قربيكي لي، قربيكي لي. Thank you.
مين؟ هاي أنا، ما تخافي. كيف صرتي؟ كتير بيهمك إذا كنت منيحة ولا لا؟ يمكن ما تصدقيني، بس بيهمني وكتير كمان. ما حدا فينا بيستاهل كل هالوجع. والله وحدة مثلك فاتت برجليها على هذا البيت، هي اللي اختارت الوجع لحالها. وفاء، انت اكتر حدا المفروض يعرف انه اوقات الحياة بتجبرنا على شيء ما بدنا اياه. ايه، وانا اكتر حدا كل يوم بموت من الندم على الشيء اللي عملته بحالي. وطالما ندمانة، ليه ما رحتي مع فوتون؟ بعد ما فتي على هذا البيت بعتقد صرتي بتعرفي انه الطلعة منه ممنوعة، حتى لو جربتي تطلعي. هذا البيت ما بيطلع من جواتك، هذا البيت بيعلم بروحك وعلاماته ما بتروح. بالمناسبة أنا ما كنت بعرف إنه فتور رح تهرب، وهلأ معلش تتركيني لحالي، بدي نام. يمكن فتون أذكى منك، بس أنت أوفى من فتون بكتير. عم بتجربي تحميها رغم انه فلت وتركتك تواجهي نبيل لحالك. قديش بتشبه اسمك انت، قديش ما بشبه اسمي انا. لا لا ماما، لا تاكل هم حبيبي، وحياة عينك غير جيب لما كمان. لا طبعا مو بكيف ولا بكيف امها. خلص خلص، انت ريح راسك من هالقصص، اتركها علي. ماما احكي مع شام، سلم عليها. خي احكي مع ابوك، قولي له اني مشتاقت لك. ايه سكين. ايه بابا، انا اشتقت لك. ايه ماما، والله مالي عرفانه شو بدي اعمل معهم. شو هالتربايه هاي؟ لك لا بيعرفوا ياكلوا مثل العالم والناس، لا لبسهم مثل البشر. ما بعرف لك، حتى كلمتين على بعضهم ما بيعرفوا يحكوا. ايه ماما، بدي اشتغل عليهم من اول وجديد. يلا طمن بالك انت. بامان الله ماما. هلا بطلتي تعرفي تحكي مع ابوكي؟ لك لسانك بسبع شطلات ما بيفوت لحلقك، ولا ليكون امك معلمتكم انه ما تحكوا مع ابوكم. عم بحكي معك. تأتي خير؟ خليني احكي مع لما وماما، والله اشتقت لهم. مع لما وماما بتعرفي تحكي، مع ابوكي كلمتين على بعضهم ما حكيتي. خليني احكي معه، والله بوعدك انه بحكي معه كثير. لا ما راح تحكي مع حدا. يلا قومي نامي، تاخر الوقت. تدي بس دقيقه. عم اقول لك قومي نامي، يلا شيلي هات ايدك، يلا على تختك. مساء الخير. اهلا وسهلا يا هلا. في حجز باسم هنادي البيطار؟ ممكن لحظه لو سمحتي؟ ايه في حجز باسم حضرتك، ممكن الهويه اذا بتريدي.
تفضل. اوكي، الغرفة 830 بالطابق الثامن. شكرا. اهلا وسهلا، شرفتينا. الاسانسير من هنيك على اليمين. اهلا وسهلا. يمكن هيك أول مرة التقينا فيها بالحارة أنا وياكي. مزبوط. بس أنت اليوم رديتي لي الدين وأنقذتي لي حياتي. مين كمال؟ واحد صغير كتير وتافه، بس له تار كتير كبير. قال لي انه خبرك انه قال رح يرتب موعد معك عن قريب. كيف وصل لك؟ هلا ما مهم كيف وصل لي، المهم انت كيف حسيتي انه ناوي على شيء مو منيح. فات على المكتب بطريقه كثير غريبه، شكله كان غريب، انت ما شفت عيونه؟ اصلا انا ما بعرف شلون صار بنص المكتب. خفتي؟ يا طبعا خفت، بس مو على حالي، يعني أنا ما بده مني شيء، بس خفت. ليش عم تضحك؟ أنا ما بملك شيء، بعرف يمكن أنت بكلمة منك تشتري كل الحارة اللي أنا عايشة فيها، بس اليوم أنا حميتك، ما فيك تنكر هالشيء. إيه بس أنا ما عم بضحك لهالسبب. عم بضحك لأنه يمكن هي أول مرة بحياتي في حدا بيخاف علي. أنت الأمان اللي بإيدي بهي الدنيا والطريق اللي رح يوصلني لجوزي، وأنت الحدا الوحيد اللي يمكن هلأ بقدر أأمن له بهالدنيا كلها. معلش اسألك سؤال، هلا انت ليش كنت حاطط لي مسدس تحت مكتبي؟ يمكن لأنه أنا كمان بخاف عليكي. طيب أنا طمنت عليك ولازم أروح. هنادي، ما بصير تطلعي من هون، أنت بخطر، أنا جبتك لهون لحتى أحميكي. ليش لحتى أكون أنا بخطر؟ هنن أصلاً شو بدهم مني إلي؟ بدهم أي شيء وصلهم إلي،
شو يعني؟ يعني ما بصير تطلعي برات الاوتيل اليوم. انا ما بقدر، ابني بالبيت واختي شو بدي اقلها؟ تحججي لها باي شيء. شلون يعني تحجج لها باي حجه؟ اذا مانك خايفه على حالك، خافي على اختك وخافي على ابنك، خافي على بنتي اللي ممكن يوصلوا لها عن طريقك. هدول الناس مجرمين وانتي مانك موجوده هون لانه هذه القصه لعبه. انتي بخطر حقيقي. شبابي موجودين تحت جنب الاوتيل وصاروا بالحاره وحوالين المكتب وعم بيراقبوا كل شيء خطوه بخطوه. اول ما يحسوا انه الامور صارت تمام ومطمئنه بخبرونا وبتحملي حالك وبتنزلي. وانا وين بدي ضلعني هلا؟ هون. ايه هنادي، وينك انتي؟ ايه حبيبتي، كيفو ايهم؟ ايهم منيح حبيبتي، قبل شوي اخذ الرضع ونيمته لما. انتي وين؟ انا هون. بالله انتي هون؟ هون وين يعني؟ يعني هون قريبة وبس. بس شو هنادي؟ ما في شي حبيبتي، ما في شي ابدا، انا كتير منيحة. خلص ليكي هدى، انا ماني جايه اليوم على البيت، بشرح لك بكره كل شيء، ماني قدراني احكي هلا على التليفون. شو معنات هذا الحكي؟ وشو يعني ما فيكي ترجعي؟ صاير معك شيء؟ قولي لي ها، انشغل بالي. والله مو صاير معي شيء حبيبتي، خلص قلت لك بس ارجع بكره بحكي لك. نعم؟ لبكره لترجعي؟ ايه حبيبتي، بس ليكي انا كثير منيحه، اطمني. هنادي انت مع مين؟ هدى عم اقول لك انا منيحه وما فيني شيء. انت مع عابد ما هيك؟ هدى انا ماني قدراني اشرح لك اي شيء هلا على التليفون. انا كثير منيحه، اوكي؟ يلا ديري بالك على ايها مع الاولاد، باي. اسمعي هنادي. الو؟ حكيتي معهم طمنتيهم؟ ايه مشي الحال. هي أول مرة بكذب على أختي. وليش لحتى تكذبي عليها؟ ليش ما قلتي لها إنك معي؟ يعني ما بجوز تطمن أكثر وترتاح؟ بجوز تخاف أكثر كمان. عادي. بالظاهر امي شايفتها وحكيت لها عني اللي فيه النصيب، وطبعا اكيد اختك صدقتها لانه هي ما بتعرف عني اي شيء. الحقيقه انه اختي بعد اللي عملوا فيها جوزها بطلت توثق باي رجال على وش الارض. خانه شيء اكبر من الخيانه بكتير. ما في شيء لا اكبر ولا أبشع من الخيانة. الخيانة هي أبشع شيء بالكون وأحقر شيء بالكون، وما في شيء بيوجع قد صدقيني، وخصوصي لما تكون من حدا أنت حاطة فيه كل ثقتك. مين خانك؟
كلها خانتني، البلد خانتني، الحرب خانتني، اللي خدمتهم خانوني، ولك الزمن كله خانني. يمكن الشيء الوحيد اللي مو ناوي يخوني هو الموت. بعيد الشر عنك. غريب، أنا كنت مفكرة إنه الشغلات البشعة بس بصيروا مع الناس الفقرة اللي مثلنا. غريب إنه حدا قوي مثلك يكون موجوع هالقد. رح أقول لك على سر، أنا مالي قوي. هذا الشكل المرسوم من برا وهالجبروت مخبي ورا واحد مكسور ضعيف مهزوم. لما بتاكلي الطعنة من أقرب الناس إليك ومن حدا أنت حاطة ثقتك فيه، كل هالقوة بلحظة هيك بتتلاشى بتروح. شوفي هنادي، أحيانا أقوى ملوك الأرض اللي بيقدر يهزم جيوش كاملة بتهزمه مرة. إيطاليا، أنت ليش حاطط عند أمك وما بدك حدا يشوفها؟ لأني ما بثق بحدا. بس الكل بيخاف منك، حتى أمك. أمي ما بتخاف من شيء. أمي أقسى بكتير من إنها تخاف. وأنت من شو بتخاف؟ بخاف تطلعي مثلها. أنا؟ يا حسرتي، ليش أنا بقدر أعمل شيء؟ يلا تنم تاليا، يلا يجي هالنوم، يلا تحب الصلاة، يلا تحب الصوم، يلا تجي هالعوافي، يلا يجي النوم. تاليا تاليا الحندق، شعرك أسود ومنك، واللي يحبي بيموتك. Oh, wow.
وين المعلم؟ أنا مهمك لو بدي أحكي معه ضروري. اسمعني وعينك، شو بدك مني؟ ليه بتوجهني خايف مني؟ لك انا ولد تحبسني يوم يومين شهر سنه انت عندي حق كثير ما بدي اياك كثير. اذا عم بتشوف انت على هون اختار هون اختار هون. الله يسامحك على اللي عملته فيي وبحالك. الله يسامحك يا باسل. شو في اعمل انا حتى احميك؟ كيف بدي ردك منه وانت تركنا ضعيفة وحيدة؟ كيف بدي احمي حالي وابني؟ كيف بدي رجعك؟ كيف؟ تخيلك يا الله قالك كيف؟ بس لا تعرف شو عملوا فيي اليوم. بعدني مش عم صدق، مش عم صدق انك صرتي هون معي انا ولإلي وحدي وخلص ما بقى في فله. صدق انا ملكك وإلك ومن هون مش طالع لمحل. حبيبتي دخلك كبيتي خط التليفون اللي معك؟ كبيته، اول شيء عملته لانه عرفت انه نبيل رح يلاقيني عليه. برافو حبيبتي. أنا جبت لك خط جديد. قبل بدي أطلب منك طلب. شو؟ إنك ما بتحكي مع وفاء من هيدا الرقم أبداً. ما تطلعي في هيك. أنا من حقي إني خاف عليكي. وبنفس الوقت هيدا خوف عليها كمان. بدك إياني أتركها؟ ولا حتى أطمن عليها؟ هيك إنه فليت ولا كأنه بعرفها؟ انت متخيل شو ممكن يعمل نبيل فيها؟ من مطرحك من هون ما فيك تساعديها بشي، بالعكس بتأذيها اذا بتعطيها اي معلومة عنك. انت مخبرتيني انه وفاء جبينة وضعيفة، يعني ممكن تخبر نبيل دغري. بعدين مين قال لك انه هو مش اخذ منها التليفون وناطر حتى تلفني له حتى يعرف رقمك الجديد ويحدد موقعك؟ طيب انا كيف بدي اطمن عليها؟ ما تخافي، طالما هي ما بتعرف عنك شيء يعني هي بخير صدقيني. فتون اوقات كثير الجهل احسن وامن من المعرفه. بلش يطلع الضوء. غريب كيف مرقت هالليله وما حسيت فيها. انا صار لازم روح، اصلا اذا في حدا عم يلحقني بكون مل وراح من زمان. هو من اول الليل خبروني الشباب انه ما عاد في حدا لاحقك.
وليش ما خبرتني؟ مشان هالليلة اللي ما حسينا بوقتها. هنادي، بدي أطلب منك تكوني جنبها لتاليا. أنا ما رح أقدر أشوفها هالفترة، ويا ريت ما تنزلي على المكتب أبداً لأي سبب. لا تخوفني عليك، الله يخليك. علي لا تخافي، أنا متعود على الصعب. رح تضل هون؟ لا، رح أنزل هلأ على بيروت فوراً، هيك بضمن. هنادي، إذا وصلك ظرف تمرر من تحت الباب ومكتوب عليه مستعجل يسلم باليد، توصلي لي على بيروت؟ ماما، خالتي لسه ما رجعت؟ روحي جيبي حليب مشان اعمل له رضع على اي هم هلا بس يفيق. عم بسألك خالتي وينها؟ قلت لك ما بعرف. كيف يعني ما بتعرفي؟ من امبارح ما رجعت، ما حكيتي معها؟ شبنا لما حكيت معها وطمنتني انها منيحه، بس ما بتعرف امتى بدها ترجع. ما فهمت شيء، يعني وينها هلا هي وليش ما فيها ترجع؟ مو ضروري تفهمي، روحي جيبي ظرف حليب لأيهم، ليكن المصاري على الطاولة محضرت لك يا عون. روحي يلا. كترت الغلبة. خالتي وين كنتي؟ شغل بالنا عليكي. منيحة أنا. صباح الخير هدى. صباح النور. فايقة ورايقة والله. شو يا خالو؟ برني الوش أنا تحت. وين كنتي؟ وليش ما عم تردي على التليفونات؟ غلي قلبي عليكي. ما كنت عم بسمع. لا يا، ما عم تسمعي؟ أنا عادي شو صاير معك؟ ليش ما رجعتي وين كنتي؟ أنا منيحة ومنيحة كتير كمان، ما بيكفي؟ بالله بلا بيكفي، بس عم بسألك سؤال واضح، وين كنتي؟ كنت معه، كنت مع عابد. عم تمزحي؟ شو هيك كنت معه؟ كنت مع عابد؟ وين كنتوا؟ هون بالشام. بالله هون بالشام؟ إيه يعني وين بالشام؟ بالشوارع مثلاً؟ لا ما كنا بالشوارع، كنا بغرفة بأوتيل وضلينا لحتى طلع الضو، لحالنا رجال ومرة. هو فقد كل العالم اللي حواليه وأنا فقدت جوزي، وعلى فكرة ما كان الشيطان تالتنا. وعلى فكرة أنا ماني عم صدق اللي عم بسمعه هنادي. لا حبيبتي صدقي صدقي، في ناس عم بيلاحقوا وصلوا لمكتبه. ببساطة كان خايف علي، خايف على بناتك، خايف على بنته، هو ما بده يعرضني للخطر. عم يلاحقوه؟ ايه، وكان بيقدر يحمل حاله ويمشي، بس هو ما تركني. لا يا، وعم يمننك كمان. ولك اصحي بقى اصحي، هذا الرجال ورطك، ورطك بمشاكله وبالخوف اللي عم يلاحقه. شو عم تستني؟ عم بستنى يوفي بوعده، عم بستنى يرجع لي جوزي. منيح؟ لا مو منيح.